مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل تغير الصلوات الأزمنة وماذا عما مضى؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفة يوماتي هلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفة يوماتي غلوتي عليه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا أنهم يتواصلوا معنا ويرسلوا لينا سواء خطابات أو رسائل SMS أو بكل الطرق ببعتوا لينا. بشجعك ابعت لي قصة أعجبتك أو قصة في حياتك، قصة قرأتها وشعرت أنها مفيدة أنها تذاع في برنامج حياتك في قصة، ممكن عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت. زور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة، ويسرنا أنك تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة طريفة وجميلة ورائعة. قصتنا النهاردة بعنوان صلاة طفل تكسر المفتاح. صلاة طفل تكسر المفتاح قصة قرأتها من كاتب غالي جدا 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 عليا، وهو أب طيب، الأخ سمير وهبة، الخادم الحلو اللي ناس كتير جدا بتعرفه، واللي بنقول أكتر من قصة من قصصه، لأنه هو في خدماته بيوضح بقصص كتيرة الـ الـ الأفكار والآيات الجميلة اللي ربنا بيستخدمه فيها. هو بيقول لك يا حبايب الرب، وحتى وهو بيكتب القصة دي كتبها بالطريقة اللي بيوعظ بيها. فالقصة مكتوبة في كتابه باقة من الصلوات المستجابة جزء تاني. هو عامل باقة من رجال الله وباقة من الصلوات المستجابة وبعض حياة الناس زي برنابا نوس وغيره. قال، ودي دايما كان يقولها وبطريقة جميلة في اتضاع، يقول لك أنا قريت كتب كتيرة ونسيت كل حاجة ما عدا كذا. نفس الفكرة في أخ من أصحابه يطلق على نفسه يعبيص نسبة لطلبه للبركة، يعبيص اللي صلى وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي. واحد من أصحاب الأخ سمير وهبة يطلق على اسمه يعبيص، أعطاله مجموعة من الكتب فقرأ الأخ سمير وهبة. أنا بنقول لك هو قال كده في الكتاب، قرأ هذه الكتب كلها وللأسف نسي كل حاجة ما عدا أنه افتكر قصة هو كاتب كده. القصة قصة صلاة طفل، ولد طفل صغير بيعاقب جدا في المدرسة، للأسف صحي متأخر، وكانت المدرسة لازم يروح الساعة 7:30، الساعة 8 معاد دخول الفصل، فصحي متأخر ونزل من باب بيته الساعة 8 الطفل. فالمدرس قال اللي هيجي بعد الساعة 7:30 هعاقبه واضربه جدا. الولد مرعوب، فبصوت عالي، ولد طفل بيصلي، يا رب عايز أوصل المدرسة قبل ما يبدأوا، عايز أوصل المدرسة يا رب قبل الناظر وقبل المدرس. طبعا جار راجل كبير في السن سمع الطفل بيصلي، قال يعني طب ربنا ازاي هيستجيب لطفل زي ده، والمفروض الميعاد يعني كان ممكن يصلي امبارح لكن دلوقتي وبعد مرور نص ساعة. فالولد راح المدرسة جري، الراجل جاره الكبير في السن جري وراه علشان يشوف ممكن ربنا ازاي، يعني قال كأن ربنا عنده مشكلة ازاي تتحل. فوصل المدرسة، الراجل والطفل لقي قدام المدرسة زحمة، أتاري العامل جه الساعة 6:30 علشان يفتح القفل، اتكسر المفتاح في القفل، وظل العامل وكل الطلبة والمدرسين والفراشين الكل برة. أول ما وصل الطفل والجار جه، راحوا كانوا جابوا مفتاح تاني وفتح المفتاح ودخل، وحكى هذا الجار وقال معقولة إن صلاة هذا الطفل قبل ما يصليها بساعة، قبل ما يصليها بساعة يسمعها ربنا وصلاة الطفل تقفل المدرسة لغاية ما يوصل. أنا مصدق القصة،
مش عارف انت مصدقها ولا، ساستكمل معك هذه القصه الطريفه لكن اللي فيها ايمان مثل الاطفال، بعد ما نستمتع بترنيمه عظيمه مع مرنمنا الحلو سامر بطرسه والعزف الرائع بيتر انيس. ابقى معي الى ما بعد. صعب ظروفي رح أغني لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك، لو مهما كانت صعب ظروفي رح أغني لك، لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك، رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي، توب الحزن العتيق قلعته عشانك يا غالي، رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي، توب الحزن العتيق قلعته عشانك يا غالي، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كان، لو مهما كانت صعب ظروفي رح أغني، لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لها. أنا فخري إنه بضعفي قوة إلهي بتظهر، والجبل العالي اللي قدامي على اسمه يدوب ويصغر، أنا فخري إنه بضعفي قوة إلهي بتظهر، والجبل العالي اللي قدامي على اسمه يدوب ويصغر، مين أنت يا بحر العايش يسوع عايش ماشي فوقك، مين أنت يا سور العالي بإلهي بطلع فوقك، مين أنت يا بحر العايش يسوع عايش ماشي فوقك، مين أنت يا سور العالي بإلهي بطلع فوقك، بإلهي بطلع فوقك، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كان، لو مهما كان صعب ظروفي رح أغني لك، لو مهما كان أيامي سودة بصلي لك. أنا بدي العالم يعرف إنه اللي مطمن قلبي، لو بقتون النار واقف يا إلهي بشوفك جنبي، أنا بدي العالم يعرف إنه اللي مطمن قلبي، لو بقتون النار واقف يا إلهي بشوفك جنبي، للموت وللمرض بيقدر يحمين ويكسر لي راسي، عسلام يسوع بيسهر هو خلاصي، للموت وللمرض بيقدر يحنين ويكسر لي راسي، عسلام يسوع بيسهر هو ضامن لي خلاصي، هو ضامن لي خلاصي، ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني، ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وانيني، ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كان، لو مهما كان صعب ظروفي رح أغني لك، لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك، رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي، وتوب الحزن العتيق قلعته عشانك يا غالي، رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي، توب الحزن العتيق قلعته عشانك يا غالي، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كان، لو مهما كان، لو مهما كانت.
مهما كانت صعبة ظروفي راح أغني لك وراح أصلي لك. كانت دي ترنيمتنا النهاردة الرائعة مع أخونا الحبيب سامر بطرسة والعازف الجميل بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان صلاة طفل. صلاة طفل تكسر المفتاح. الطفل اللي اتأخر وصحوه متأخر وقعد يصلي يا رب يا رب خليني أوصل قبل أي حد، وكان هو أساسا متأخر نص ساعة، مفروض المدرسة الطابور بدأ 7:30 وهو بدأ يخرج من بيته الساعة 8. سمعه جار قال يعني معقولة ربنا يستجيب طفل زي ده؟ طب هيعمل له ايه؟ فجري جري ورا الطفل لغاية باب المدرسة، وفوجئ ان باب المدرسة مقفول. جه العامل 6:30 يفتح الباب، كان الباب المفتاح اتكسر في الباب، وربنا استجاب صلاة الطفل قبل ما يصلي. هتقول ازاي قبل ما يصلي؟ ربنا لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. انا هقول لك، صدقني مش بحكي قصص شخصية، بس صدقني صدقني، مرة كنا ورانا سفرية مع أخويا أيمن كفروني إلى من القاهرة إلى المنيا، هو كان سبقني بيوم، وكان أنا عندي فرح، فرح يعني كان الساعة 1 الظهر، فقلت أخد قطر الساعة 4، وكان معايا ابني الصغير يوسف دلوقتي كبير بس، فقلت له يوسف صلي علشان ألحق القطار. مشينا بالعربية والطريق وقف، وطبعا القطار كان الساعة 4، وصلنا حوالي الساعة 7. هو قال لي يا بابا انا صليت، وقلت له يا رب هتلحق القطار؟ قلت له يا حبيبي القطار كان ليه 3 ساعات، دي بدايته القاهره. قال لي يا بابا بس روح. طبعا انا يعني عشان اشجع الواد رحت بس عشان يعني اقول له يعني مقدرك، كان لسه في تانية ابتدائي يمكن. رحت لقيت قطار على المحطه، بقول ايه؟ قالوا ده القطار بتاع الساعه 4، وهو كانوا بيغيروا له الجرار وكده وغيروا له هيطلع دلوقتي. وكانت معايا اخ تاني يعني ماسك بيوسف، وحطيت رجلي في القطار اتحرك بعد ثانيه. صلاه طفل وعندي قصص كتيره شخصيه في هذا الامر. ربنا بيسمع صلاه الاطفال جدا، وعلينا ان نقدرهم. عايز اشاركك في قصه النهارده في 3 كلمات اساسيه. الكلمه الاولى مالك كل مفتاح، الشخص اللي معاه كل المفاتيح. وعايز اتكلم الصلاة واطلاق السراح، مالك كل مفتاح، الصلاة واطلاق السراح. وعندي نصيحة مهمة جدا عايز اوجهها ليا ولكل مشاهد، ادخل من الباب المتاح، اوعى تكسر الباب او تنط من الشباك، اوعى. ها واديني بحذر، يا مناس كسرت الباب ما ربنا فتح لهمش الباب ونطوا من الشباك او كسروا الباب واحتمل. وانا بقول لك اهو انا ماليش دخل. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك. النقطه الاولى، الرب مالك كل مفتاح. خلي بالك ربنا ادى بطرس مفاتيح ملكوت السماوات، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات في متى 16:19، وفي سفر رؤيا صح 1 مكتوب عن المسيح ها انا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت. عنده مفاتيح ملكوت السماوات ده البطرس، وهو معاه مفاتيح الموت والهاوية. ثم في رؤية 3 الآية الجميلة المحبوبة، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. معاه مفاتيح ملكوت السماوات، معاه مفاتيح الموت والهاوية، هو اللي لما يفتح محدش يقفل، ولما يقفل محدش يفتح. طبعا مش عايز أدخل يعني مفاتيح ملكوت السماوات، يعني بطرس الرسول العظيم بإيمانه بالمسيح لما قال له في متى 16 أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له أنت بطرس صخرة صغيرة، وعلى هذه الصخرة إيمانك الكبير أبني كنيستي، اديتك المفاتيح. وفعلا بطرس هو اللي فتح لليهود في أعمال 2، بوعظة لبطرس نزل الروح القدس فتح اليهود. وفي أعمال 8 لما راح بطرس السامرة، مع أنه قبله كان في لبس المبشر، ما نزلش الروح القدس، ما نزلش الروح القدس إلا لما بطرس راح في أعمال 8. ثم للأمم في أعمال 10 في بيت كرنيليوس، بطرس هو اللي كان بيفتح الباب،
ولما يوعظ بطرس حل الروح القدس على اليهود والسامريين والأمم. المهم أن مفاتيح في يد ربنا. ولما ربنا يا حبيبي يفتح الباب ابعد من طريقه. صدقني أنت عايز تصدق صدق، مش عايز. أنا اختبرت السنين في معاملات مع ناس كتير وزيارات، لما يفتح الباب اوعى من طريقه، ولما يقفل اتنطط اتعمل باب مقفول. يقول جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. والرسول بولس يقول فتح لي باب فعال، ويوجد معاندين كثيرين بس اللي رب فتح الباب. يا ربي يعني همس في وزنك وانت حر، يعني فهمتني ما فهمتنيش ما فهمتنيش، انت خلي عينيكي على المفتاح اللي في يد الرب مش على الناس، ايدين الناس. يعني ايه يا اخي زكريا؟ يعني في ناس بالفهلوة عايزين يفتحوا لنفسهم سكة حتى في شغلهم العادي. في الشغل يقول لك انا بشطارتي، طبعا مهم انك تكون شاطر وتكون ذكي وكل حاجه ومذاكر في العلم، بس خلي عينيك على الشخص اللي في ايده المفتاح، مفتاح النجاح ومفتاح البركه ومفتاح ان عيالك يطلع. خلي عينيك على المفتاح، واول ما يفتح الباب يا حبيبي خلي العالم كله يقف ضدك، ما حدش يقدر يقفل الباب. ولو قفل الباب خلي العالم كله يزق زي ما حصل ساعة نوح وساعة العذارة، ربنا يقفل وياخد المفتاح معاه. يا رب افتح انت لي الباب. وبصلي لأجل كل مشاهد عنده باب مغلق أو نفسه في باب معين، باب رزق، باب أطفال. يا رب أرجوك استمع لينا ونحن نصلي أن تفتح الأبواب لكل محتاج حسب مشيئتك يا رب. مالك كل مفتاح. لكن الكلمة الثانية عن الصلاة وإطلاق الصراحة. لما صلوا في أعمال 5 ربنا فتح السجن لبطرس، يقول كده ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. برضو نفس الفكرة يا أخي في أعمال 12 لما كانت الكنيسة تصير منها صلاة بلجاجة، جازا المحرص الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة فانفتح لهما من ذاته لبطرس والملاك، لوحده اتفتح الباب. وبرضه في أعمال 16 كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. إيه اللي حصل؟ حدث الزلزال عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها، الصلاة بتفتح الأبواب، وانفكت قيود الجميع. ويقول الرسول بولس انفتح لي باب عظيم. يعني الصلاة بتطلق سراح المساجين. أعمال 5 افتكر، أعمال 12، أعمال 16، كل الصلاة بتطلق السراح. برضو يمكن أنت عايز تقول لي get to the point، هات من الآخر، أجيب لك من الآخر. عندك ناس مربوطين بالخطية من أهاليك، يعني أنت أمنت بس باقي أفراد العيلة لسه مربوطين، صلي. عندك مشكلة حاسس إنها سجن، صلي. صلي والصلاة بتفتح الأبواب وتطلق السراح. نفسك تخدم المسيح وحاسس انك مقيد، صلي. صلي قول له يا رب اطلق سراحي يا رب. بلاش صلي لاجل اخرين. مستعبد للسيجاره والموضوع ده مخليك مش عارف توعظ لانك بتعثر الناس بالسيجاره. مش بناقشك دلوقتي السيجاره كويسه ولا وحشه، طبعا هي وحشه لان انا دكتور امراض صدريه وهي وحشه، بس ده مش موضوعنا. لكن انت معسر الناس حته السيجاره، قول له حررني منها وارميها دلوقتي. لا ما ترميش الشاي، سيب الفنجان الشاي او الكوبايه اشربه، بس ارمي السيجاره وقول حررني منها يا رب. انا عايزك تطلق سراح يا رب من السيجاره ومن الاقراص المهدئه او المنومه واقراص المخدرات ومن الافلام. الصلاه تطلق السراح. لكن اختم كلامي بالنقطه الثالثه. ايه؟ ادخل من الباب المتاح. حذاري، انا ما اعرفش ليه ومين بيشاهدني متأكد ان ربنا بعت كلام ليك وليكي، وابعت لي وقول لي انه ده حقيقة. مرة 10، اوعى تنط من الشباك، اوعى تكسر الباب. مش عايز احزنكم على اخر البرنامج، بس اتذكر شاب هو عايش في الشرق الاوسط قال لي انا عايز اروح اوروبا.
قلت له ربنا يفتح لك الباب يا ولدي وتاخد فيزا. قال لي هجيب فيزا مضروبة وفقير يا حرام. راح استلف الأول، كان معاه حتة أرض، باع الأرض وراح سافر هو وحوالي 17 ولد من القرية بتاعته، كلهم وصلوا ما عدا هو من تركيا لليونان، قبضوا عليه ورجع خسر حتة الأرض الوحيدة اللي أبوه يمتلكها. قلت له خلاص بقى ربنا قفل الباب. قال لا. ها؟ وقلت هروح يعني هروح. قلت له يا حبيبي يا حبيبي صلي يفتح لك الباب، ما تنطش من الشباك ولا تكس. قال لا، ويعني ال 16 اللي وصلوا دول اشدع مني. قلت له مش حكايه اشدع، ده انت ولد حتى مؤمن وبتصدق ربنا. وقلت له طب انت ليه جاي تسالني؟ قال لي جاي عشان تصلي لي وتقول لي روح. طيب يا عم بس انا بقول لك ما تروحش، صدقني هذا ما حدث. طب وتجيب فلوس منين؟ قلت له. قال لي هستلف 60,000 جنيه عشان ياخد فيزا. يعني اللي عندك ارض وهتستلف 60,000؟ قال لا. قلت له بلاش. قال لي لا رايح. قلت له براحتك، انت ليه جيت تسالني؟ وراح، وكانوا سبعه في القارب، وصلوا السته وهو اتقتل وخسر ال 60,000 والجثه رجعت. طبعا انا مش انا زعلان وحزين عليه وابكي، بس يا حبيبي بقول لك لما ربنا يقفل الباب ما تنطش من الشباك، افهم اخضع، قول له خلاص عايزني في الحته دي روعه، انا مش عايز حاجه تاني. اتركك الى حلقه قادمه من برنامجك حياتك في قصه باب مفتوح من الرب.